اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا ناخد ترند الاهلي ونشوف اهم الاخبار على الفريق، وبالتحديد نبتدي بيلا كره حسام على تويتر، واللي بيتكلموا على ان الاهلي فشل في التسجيل في 9 مباريات من اصل 31 مباراه خاضها في الدوري بنسبه 29% من المباريات. الرقم بالنسبه لنا يعني مش جيد طبعا، رقم سلبي جدا جدا ما نتمناهوش ابدا، لكن اتكلمنا خلاص كتير، مش عايز برضه اكرر الكلام، فخلينا ننتظر باذن الله الموسم. انا عايز الموسم ده يخلص بقى يا جماعه بصراحه، هو ناقصنا كام ماتش؟ 3 صح؟ 3 يخلصوا ونخلص ونعدي المرحله دي، عشان متحمسين قوي قوي للموسم الجديد باذن الله تعالى، متحمسين قوي قوي لشكل فرقتنا في الموسم الجديد ان شاء الله. فخلينا متفائلين وان شاء الله القادم افضل مؤكد باذن الله تعالى للنادي الاهلي. خلينا نروح كمان لسبورتس 360 على حسابه على تويتر، وبيقولوا الارقام السلبيه لا تتوقف في الاهلي هذا الموسم. لاول مره في تاريخ الدوري يحقق الفريق 7 تعادلات سلبيه في موسم واحد. ماشي، احنا من نوع الناس يا جماعه اللي احنا بنعترف يعني باخطائنا، حتى بنعترف ان احنا مش حلوين السنه دي في الدوري رغم ان ابتدينا بدايه عظيمه قوي، بس اوكي احنا وحشين مفيش مشكله. الارقام السلبيه دي لازم تكون هي اكبر دافع بالنسبه لنا في الموسم الجديد، وانا خلاص بتكلم على الموسم الجديد اللي احنا بالنسبه لنا كل الامور محسومه السنه دي خلاص يعني. فانت بـ 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 بتتكلم في اطار مرحله جديده منتظره، وانا بشوف ان الحاجات اللي زي دي اللعيبه اكيد عارفاها كويس قوي، الحاجات السلبيه والارقام السلبيه دي هتكون اكبر دافع ليهم في الموسم الجديد، بخلاف طبعا دافع الفوز بالبطوله اللي احنا بنفتقدها للسنه الثانيه على التوالي وكل الامور دي. فالدوافع كتير كتير جدا في الموسم اللي جاي يعني. فا اوكي مفيش مشكله، نخش على اللي بعده. اليوم السابع حسام على تويتر بيتكلم على الاهلي يستعيد جهود رامي ربيعه في مواجهه انبي بعد انتهاء الايقاف. رامي من اللاعبين اللي مؤخرا بصراحه عاملين مستويات رائعه، وكان اتوقف في مباراه الاسماعيلي بسبب تراكم البطاقات الصفراء، فبالتالي خلاص بقى متاح بالنسبه للفرقه في مباراه الاربع اللي جاي قدام انبي ان شاء الله. بوابه الاهرام حسام على تويتر بيتكلموا ما بين الاعاره والبيع، 10 لاعبين مهددون بالرحيل عن الاهلي. انا متفاهم جدا الاخبار اللي زي دي لان هو ده توقيتها خلاص يعني. في مراحل في الموسم نقعد نقول يا جماعه هو انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا في نص الموسم كمان؟ لا احنا دلوقتي في اخر الموسم، فبصراحه طبيعي قوي ان انتوا تسمعوا اخبار زي كده طبيعي، واجتهادات كتير وممكن تلاقوا انفرادات وكل الكلام من ده، ودي حاجه تقدر بشكل كبير وتثمن من الناس اللي بتجتهد في شغلها وفي عملها، مفيش مشكله خالص. بس احنا برضو لينا حق ان احنا نرد يعني، لان الحساب الرسمي للاهرام على تويتر قالوا ان يعني اعاره وبيع في 10 لاعبين هيخرجوا على سبيل الاعاره والبيع، وده بالمناسبه مؤكد بغض النظر عن الرقم اللي هم بيقولوا ان هم 10 لاعبين، الله اعلم. القرارات دي عند الجهاز الفني بالتنسيق مع المسؤولين في النادي يعني عن الكوره. فهنا بيتكلموا على ان في اكثر من لاعب ضمن القائمه او من ضمن قائمه الراحلين المنتظرين من الاهلي، وتصدرهم الموزمبيقي لويس موكيزوني. المعطيات كلها بتقول كده، لضعف المردود الفني، وكذلك الجنوب افريقي بيرسي تاو، مش شرط خالص بيرسي تاو خالص، برضو خلينا ننتظر ونشوف. كمان بخلاف محمد هاني مش في حته خالص ان هو يخرج بره النادي الاهلي، انا بقول لحضراتكم محمد هاني مستمر مع النادي الاهلي. كمان بخصوص بعض الصفقات التبادليه ممكن يخش بقى مثلا، بيقول لك طاهر محمد طاهر برضو بنسبه كبيره مفيش الكلام ده خالص بخصوص طاهر، حسام حسن، محمود وحيد، محمد محمود، في اسماء، صلاح محسن، في اسماء ممكن تكون منطقيه بغض النظر على اسماء برضو الموجوده دي. انا بحاول ابقى محدد قوي في كلامي لان الكلام بالنسبه لنا هنا بيبقى في الاطار الرسمي، بس في اسماء من العشره المكتوبه لا مش خارجين من الاهلي، مش خارجين من الاهلي، وفي منهم هيخرجوا على سبيل الاعاره وعلى سبيل البيع. مين اللي هيعلن على الكلام ده؟ النادي من خلال قناته ومن خلال موقعه الرسمي. فدي الامور. طبعا الكل بيجتهد والكل بيحاول يقول معلومات ويجري ورا المعلومات عشان بيشتغلوا، دي شغلتهم طبعا وليهم كل الحق طبعا. كره 11 وحسام على فيسبوك بيتكلموا على ان بعد خساره الدوري فرمان من اداره الاهلي برحيل 11 لاعب، اهو خبر اللي فات 10 دلوقتي 11، كل ده في اطار الاجتهادات عن الفريق في الانتقالات المقبله دون الرجوع الى سواريش. هنا بيتكلموا في نقطه مهمه جدا، حته دون الرجوع الى سواريش ده كلام غير منطقي. لو الراجل مكمل معايا يبقى اكيد لازم هرجع له، لازم هرجع له عشان هو مديري الفني وهو اللي هيتحاسب في الاخر، فلازم طلباته بتتنفذ، وهي دي سياسه الاهلي على مدار تاريخه. المنظومه نفسها طبيعي جدا، دي طريقه اداره الامور داخل النادي الاهلي. انت عندك مدير فني مكمل مع الاهلي
فلازم هتجتمع معاه ولازم هتقعد معاه وتشوف طلباته ايه واحتياجاته ايه والناس اللي مش عايزهم والناس اللي عايزهم وكلام من ده وتشتغل على الاساس ده. لكن حته دون الرجوع الى سواريز دي ممكن تكون يعني ايه نوع من انواع الاثاره اللي عنوان يجذب الجماهير شويه، لكن الكلام ده مش حقيقي يعني. طيب ده كان ترند الاهلي، خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل.